النظارة، أهلا وسهلا بكم في كوجينتنا اليوم. مرحبا بكم. اليوم باش نطيبوا مرقة زيتون محشي وكريمة بجبن الأبيض الفريشك. نشوفوا بعضنا بعد جينيريك، ما تزبيوا وشقدوا معنا. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم، كبار صغار رجال نساء، مرحبا بكم في أطباق وأذواق. اليوم كيما العادة باش نشوفوا حرت وش باش نطيب في الركن. حرت وش باش نطيب، نقترح عليكم من الأول تعملوا شربة متاع بصل. اي نعم، البصل سهل دونك كونسومي تاخذوها كلي كوب هذوكم، تحطوهم في الماء باش تعملوا كونسومي، تقليو من الاول البصل وتصبوا اكل كونسومي عليها وشويه زعفران وتخليو كل شيء يغلي مع بعضه، تولي فما نكهه نتاع بصل بنين. وفي الاخر بكل تاخذوا دي كروتون دونك خبز مقصوص اون كوب ومقلي، تحطوه فوق السوب، تحطوا شويه جبن من فوقه وتعملوه غراتيناج، معناها بالنار الفوقانيه نتاع الكوشه. هذه شوربة بنينة برشا، تلقى كجبن ذايب فوق الخبز ويعوم فوق الشوربة، وحاجة بنينة برشا. كان تحبوا تزيدوا هريسة هذيكم مسؤوليتكم. باهي، اليوم نعملوا بريكة باللحم. اي علاش لا، اللحم مفروم نجموا نعملوا به البريكة، نقليوا البصل والمعدنوس وشويه اللحم باش يضيع الماء نتاعو ونفوحوه، ونعملوا البريكة نتاعنا بعض ما بيان سور تكون مروبه يا بومبوك بنينه برشا. تعملوا سلطه بالقرع بوتازينه، علاش لا، القرع بوتازينه نصبتوه شويه برك في الماء ونعاودوا نخرجوه، ماهوش برشا 3-4 دقائق، وتعاودوا تخرجوه تخليوه يبرد، وتعملوا له اون فينيغريت، قارص زيت زيتونه، شوية موتارد كان تحبوا، معدنوس وبصل، وتخلطوا هذا الكل مع بعض وتعملوا سلطة قرع. توا زاد هذه المرقة، هذه باش نطيبوها تو، هي مرقة زيتون محشي. هذه حاجة بنينة برشا، خارجة من صلب تونس، من تونس العاصمة. وأخيرا باش نعملوها تو الدسير، الكريمة هذه بجبن الفريشك الأبيض، إكريمي، جبن إكريمي، باش نعملوا به أن دسير بالشوكولاتة. باهي، لكن أنتم قلتولي الرجال ما يعرفوش يطيبوا. لا، فما برشا رجال يطيبوا، وباش نعطيكم مثال تاع إنسان صاحبي وخويا اللي يعرف يطيب، وهو اللي بيجي طيبنا هي مرقة الزيتون المحشي، هو سي شكري بالعيد. نستقبلوه بحذانا. مرحبا بك سي شكري، أهلا وسهلا سي شكري بالعيد. مرحبا، أهلا وسهلا. مرحبا. تعرفوا سي شكري تعدى مرة قبل معايا في حصة من الحصص، مبكري وطيبنا يظهر لي مرمزة. أيوة. اليوم شو باش طيبنا سي شكري؟ مرقة الزيتون المحشي هي مرقة خفيفة لجير بالنسبة للصايمين، و معناتها فيها بليزيور فاسون البريباراسيون تاعها. ايوا بعدك شنو انتي تو نجاوبك كيفاش البريباراسيون تصير، وسهلة وبعقل تاكلو، فما ماهيش ما تكلفش برشا. قال لكم كنشوفوا المقادير على الشاشة ومن بعد نرجع. مرقة زيتون محشي، لهذا نستحقوا 200 غرام زيتون أخضر خشين أخشن ما فما، 300 غرام لحم مرحي، الثوم زوز سنون، أصفر متاع عظم، مغرفة قهوة هريسة شايحة، مغرفة قهوة تابل، ملح وفلفل أكحل، مغرفة قهوة نعناع شايح، نص قطة معدنوس، ومغرفة زيت. للصوص طماط نستحقوا مغرفة أكل طماطم معجونة، 200 غرام طماطم حية مرحية، 3 سنون ثوم، بصلة، مغرفة قهوة تابل، 4 مغارف زيت زيتونة، ملح وفلفل أكحل. شفنا مقادير الزيتون المحشي على الشاشة، توا سي جوكري باش يعني لنا باش يورينا كيفاش على الزيتون المحشي هذايا، قاعدين الكل كيوريو نحبوا نعرفوا كيفاش تعمل. يلا سيدي باش نبداو باللحم المرحي. اللحم المرحي هذاك، بعدكش
سقطوا له الفاح اللي هو اللي هو تابل جيب الفلفل الكحل فلفل شايح هريسه شايحه ولا فلفل شايح فلفل أيوة. شايح ولا هذاك يعطي نكهه حاره يعطي نكهه حاره ايوا شويه نعناع باش نقول لك معليش نحطوا النعناع والمعدنوس ايوا يعطيك ذكاوه نتاع عصبان بعد بعد المطعم كان تاكل في العصبان وتنجم تنجم معناتها من غير ما نزيدوها ايوا فوالا تحب شويه معدنوس شويه معدنوس فوالا بورسيون 3 كوير معدنوس باهي هي تفوح بالكدا بالكدا بصلي على النبي الاصفر نتاع العظمه ما نساوش الاصفر نتاع العظمه ايوا الاصفر كا هو الابيض لا الابيض خاطر ترد الحشو جاري برشا الحشو جاري برشا دونك الاصفر كا شويه ثوم اون دوز تاع زوز روز ثوم ثوم زاد باش يفوح باش يفوح بالكدا تو باش نسالك سؤال سي شكري وقت الطيب ما تغنيش لا il faut être concentré sur tout concentré تعمل concentration قوية ولا هكاك نورمال تعرف طيب هكا هو في الإطار نتاع التفويح il faut se concentrer وتكون ليمور باهية زادة أيوا باش نغني بلا ينزح شوية أيوا شكون اللي نحطوا هنا نغفصوا بيه باش نغفصوا بيه بتسهيل مأمورية تسهيل مأمورية فرشيتها ولا بحاجة كيما هكا تسهيل كيما البيوري باش نخلطوا اللحم بالكدا بالكدا و وهذا اللي يخلي اللحم وقت يتعجن بالكدا بالكدا يتلم مع بعضه حطوا غرفتين شيف غرفتين زيت صغار زيت ايوا باش اللحم يتلم نزيدو نذكروا في فلك الملح تابل هكاك حم طبعا في الفلك التابل نعناع معدنوس شويه حطينا فلفل شايح الاصفر نتاع العظمه الحم بدا يتلم اي بشويه 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 نقعدوا نلموا في اللحم هذا حتى يولي فريمون فرطر اللحم ولا مريق لاباس تخلف كله وي ولا تفاح توا مازال باش نكعبوهم تويكا باش ناخذوا لي زوليف فيرت الزيتون الاخضر دي نوايوتي معناتها بلاش قلب بلاش قلب اما حتى اخشن اخشن ما قيت في السوق ها يظن لي فما اخشن من هذا فما اخشن من هذا مي ما لقيناش اما فما حل اخر تنجم تتقص بالسكينه هكاك تزيد تهز اللحم اكثر نسيسوا على الزيتونه باش نقصوا الزيتونه بالسكينه بالسكينه على طول ونخرجوا القلب نخرجوا القلب داكور خاطر باللحم باش يلم واضح احنا قاسينا بالسكينه هكا لويك قاسينا بالسكينه نجم نوريكم عندنا الموديل هذا صغير شويه يطلب برشا وقت باش نرصوا فيه اللحم دونك هذا اسهل هذا اسهل ناخذوا الشطر الزيتونه هكا هما برونت كمزه نحطوهم هناك هكا نلموا عليها اللحم نحطوا الطريف الاخر معاه فوالا هذاك ناخذوا الشطر الاخر نحطوه من فوق هذا سهلة فوالا يقعد اللحم كمان ظاهر مش مشكل لا ماهوش مشكل مش مشكل تو هذاك باش يلزق في بعض الكل وقت ما نحطوه في المرقه باش المرقه اي ننزل عليه شويه ولا. ننزل عليه شويه باش يلزق في بعضه ويندمج على خاطر فيه العظم وباش يشد روحه باش يشد اون فالو بوشي في الصوص طوماط هكا ولا فوالا دونك بوشي معناها باش نحطوه في الصلصه الطماطم ونعملوا هكا دونك هذه هكا الحجم يكون معتبر هكا معناتها تبدا حلوه ديجا خشينه الكعبه اي وننزلوا عليها باش ننزلوا عليها شويه أيوة. اللحم ما يذيعش عليه خاطر شنو اللي لموا اللحم هو الزيت والفص الاصفر نتاع العظم ايوه خليه يرتاح شويه كمان خليه يرتاح يرتاح شويه باش يشد روحه ويولي كومباكت الكل مع بعضه باش وقت نحطوه في المرقه ولا في الصوص طومات ما يتحلش ما يتحلش انا يظهر لي باش نبدا نسخن الزيت باش نعملوا الصوص طومات وعندك طريقه اخرى شيف ايوه طريقه اخرى ينجم حتى ما يحبش يحطه في المرقه ينجم يتلف العظم والفرينه ويجي بانيه في الزيت هايل زاد
وتنجم تسقي بعدك فوق صحنك بالصوص طوماط. بالصوص طوماط هذه معناتها روسيت سكوندير فينير. باه نحط البصل نقلي بصل وثوم. بصل وثوم ايوا شويه تابل فلفل اكحل وملح وثلاثه كعبات زيتون الاولانيين يتقلاو المطعم باش يخليو باش يعطيو المطعم تعطيو النقطه وزيد يظهر لي الزيتون غسلته بالكدا بالكدا من قبل الزيتون فوالا الزيتون تغسل من الاول في الماء السخون والسكر باش ينحي المراره الملوحيه والمراره الملوحيه والمراره والثلاثه الاولانيين باش يسيبوا القو في الصوص ونعاودوا نخرجوهم ماعادش حشنا بيهم ماعادش حشنا بيهم بعدك يترماو مع المجموعه الكامله في اخر الكويسون باهي انا باش نقلي لك البصل والثوم وكما قلت والطماطم كل شيء باش نعملوا صوص مع بعض زيت صوص نورمال سي شكري بريسي برشا دقيق برشا في المكونات نتاع الوصفه باش تنجح بالكدا على خاطر سي فري هو وقت ما تتبعشك المكونات هذوك وتعمل كيما جات ما تنجحش ممكن في الطبخ نتاعها وفي النكهه سورتو في النكهه نتاعنا نتاعها ما تعطيش نكهه بنينه دونك انا باش نقلي البصل حتى يذبل اونتر سي شكري قاعد يصنع لنا في الزيتون المحشي باللحم باش نمر لك بثلاثه كعبات يتقلاو مع مع ناخذ من هنا لا ثلاثة كعبات بالحشو نتاعهم بالحشو نتاعهم باش لوغو يبدا انتيغرال كومبلي فهمتك هذوما اثنين ثلاثة جوست باش نقليو بيهم بعدك نخرجوهم داكور سي توا كملوا الزيتونات عندك خويا اجا كمل الصوص نتاعك انت انا ما ناخذش مسؤوليه نتاع البده لكن نتفرجوا في سي شكري كيفاش باش يعمل الصوص هذيا شفت اللي قلى البصل وحطينا ثلاثه زيتونات فيه المحشيين هذوكم باش يعطيو المطعم للصوص ده تويكا باش نحيو ثلاثه زيتونات خرجوهم انا صحته باش تخرج خاطر سيبوا المطعم نتاعهم مع الزيت والبصل الكلي وبعدك تحطوهم مع مجموعه الزيتونات الاخرين اي من بعد باش خلطوهم بيان سور بيان سور توا باش نحطوا طماطم خضراء طماطم مرحيه هذيك طماطم حيه مرحيه طماطم حيه مرحيه يسميهم بالطليان باساتا فوالا باساتا هاكو بين قوسين الطماطم وقت تلقاها رخيصه تجمو تعملوا طماطم مرحيه وفما ماكينات يرحيوا الطماطم تحطوا القشره والقلوب على جهه والجو من جهه اخرى تجمو تحطوهم في شكاير بلاستيك و تعملهم كونجلي تنجموا تستعملوهم للشتاء باش ما تقولوش طماطم غلات طماطم غلات عندكم طماطم ديجا حاضر باش فوالا دونك قليو هذوكم قليو شويه من الماء نتاعها شويه من الماء نتاعها وديما في الطماطم الحاضره ما تلمش يلزمنا مغرفه قهوه نتاع طماطم كونسونتري باش تلمنا الصوص نتاعنا اي تفضل اشتر مغرفه نتاع شوربه مش برشا مش برشا باش نخمو على القروسية باش نحى القروسية شوية ايفيدامون الزيتون خسرناه قلنا باش ينحي المرارة في الماء سخون وسكر ماء سخون وسكر ماء سخون وسكر السكر باش ينحي ليكرور وميم طون هو باش يخلي السكر باش يزيد يطيح القروسية نتاع الطماطم نتاع الطماطم لا كل شيء بحساب ها قليو الفاح يكون خفيف على خاطر الحشو نتاع الزيتون هو اللي خذا الفاح كومبلي كله دونك ما نحطوش ملح ما نحطوش ملح تحب تحرحها لنا شويه شويه فلفل هذه حاجه باهي والبلا هذايا في اوروبا ولا مطلوب برشا في لي غران ريستوران ايوا تشوفوا سور لي كارت ولا ريكلام زيتون الزيتون المحشي شوف خذا سيكسي لو تسمع سي شكري انا باش نعمل بقيه اللحم هذا باش نعمل به كيما المركزيه ها نصنع المركزيه معاك ونحطوها مع الزيتون علاش لا معناها باش نعملوا شكل كيما المركز هكا يلزم اليدين تكون مزيته شويه باش اللحم شاف كي باش نسقيوه بالمرقه ماذا بينا خاطر طماطم خضراء تري سنسيبل نسقيو ديما بالماء مش نتاع سابيلا او مينيرال على خاطر تنجم التابل يبدا ماهوش باهي ينجم يكسر الذوق نتاع المرقه وخاصه الماء
عندنا مناطق في تونس مناطق في تونس فيهم برشا كركاه يبداش حتى صناف دو بريمير كاتيجوري ما يعطيش مطعم ينجم الماء هو يهبط في القيمه نتاع الطبخ الماء والفاح خاصه التابل. هونيا باش ناخذوا ماء انا عطيت عندي ديجا ديما عندي ماء سخون لا ماء سخون ماء سخون ومينيرال اي اوكي هذاك ماء سخون ومينيرال تنزل على الواحد ويطلع لك هذا ماء سخون ومينيرال الوقت نتاع اللي بيشتغلي دوري دو كويسون سي 15 مينوت 15 دقيقه 15 دقيقه على النار الهاديه ايوا بعداك شوقت لي بعد ما نحطوا الزيتون تو نخليه تغلي 15 دقيقه ومن بعد نحطوا الزيتون بعداكش نحطوا الزيتون ايوا يظهر لي الصوص وصلت لحدها قررت الزيت نتاعها نعطيك الزيتون باش نحطوا الزيتون دونك بوشي في وسطك الصوص هذيك هاكا ما يتحلش وهذوما في الاخر نحطوهم اللي قلينا بهم الصوص من الاول باش قضيت المطعم فوالا هذوك نحطوهم في الاخر ايوا فوالا ونحطوا اللي عملناهم شويه مركزيه زاد كيف نحطوهم باهي نخليو سي شكري يكمل الحكايات هذوما الكل ونشوفوا المقادير نتاع الكريمه بالفرماج الابيض على الشاشه ونرجعوا لكم. كريمة بالجبن الابيض الكويستو على كريم والشوكولاتة لهذا نستحقوا 100 غرام جبن ابيض الكويستو 40 غرام شوكولاتة كحلة و 60 مليلتر كريمة طازجة. اذا توا شفتوا المقادير نتاع الكريمة هذه على الشاشة باش نعملوهم بالكويستو الكويستو هذا على كريم جبن كويستو على كريم. اول ما نبداو نحطوا الكريم فريش في وسط كسرونة باش نسخنوها نسخنوا الكريم فريش هذيك خليوها تسخن في عقلها. من جهة الأخرى عملنا بماري حطينا الماء في وسط الطنجرة هذه وحطينا صحفة فيه وحطينا الشوكولاتة اللي باش تذوب هكا شفتوها ذابت في بالسخانة من غير ما عندها اتصال بالماء لكن الماء عطاها السخانه اللازمه دونك باش نبدلوا هذايا هنا خاطر هذايا اسخن فوالا ونسخنوا الكريمه الطازجه نتاعنا الكريم فريش بجهه اخرى ناخذوا الكويستو هذايا كريمي اللي نجمو نعملو به برشا حاجات بوكو ديسير هذايا سورتو الحاجات السكري الحاجات الحلوة يتعمل شفتو دونك هذايا فرماج كويستو على كريم هذا هو اللي باش نستعملوه للديسير متاعنا وباش نحطوه في الكريمه هذه. باهي نزيدوا على هذا نزيدوا جبن هذا اللي حكينا عليه جبن كيستو على كريم. باهي باهي ياسر دونك نخليوه يندمج مع الكريم فريش حتى الكل يولي فرد صوص كما نقول. نصبوا شويه اللي حضرناه هذا مع الشوكولاته والبقيه باش نستعملوه للديسير نتاعنا.
دونك هذه كريمه بالشوكولاته وجبن، والاخرى كان كريمه. الوغ للي يحبوا معناها يحبوا شويه سكري، يحبوا شويه ولا تنجموا تزيدوا في الخليط هذاك، تنجموا تزيدوا شويه سكر اللي ما قلتوش في المقادير. دونك هذا سي هذا باش نصبوا شويه هكا. من بعد باش ناخذوا المغرفه هذه هذه الشوكولاته اللي موجوده في وسط الديسير. ها جايكم، مازلنا ما كملناهاش. ونزيدوا عليها هذه من فوق. قالك سي شكري في الديسير. لا وعطات منظر ديكور ياسر حلو كوم بريزونتاسيون. عجبك. توا باش نعملوا له هكا. فوالا حضرت نظره، مازلنا كان باش نحضروا الطاوله نتاعنا وناكلوا بالشفاء. قبل كل شيء على سؤال اليوم، تجمو تكتبونا على اس ام اس 87 97 87، كما تشوفوا على الشاشه 87 97 87، وتكتبونا اس ام اس مكتوب فيه بي نقطه ا واحد على الاحتمال الاول، وبي نقطه ا 2 على الاحتمال الثاني، وتجمو تربحوا 100 دينار. 100 دينار. السؤال في الديسير هذا اللي عملناه، هل ترى مصنوع من جبن ابيض؟ هذا الاحتمال الاول. او الاحتمال الثاني حليب وفارينة. شنو هو زعما الحاجة اللي صنعنا بها الديسير هذا، الديسير البنين هذايا، وربحكم 100 دينار. نتمنى لكم حظ سعيد. نتعداو للديسير نتاعنا اللي عملنا سي شكري وبارك الله فيه ويعطيه الصحة، طول باله معنا وجاء ورانا الزيتون هذايا، الزيتون المحشي، المرقب بالزيتون المحشي اللي خذا الحم وفوحه بالتابل والهريسه الشايحه والثوم والنعناع وشويه زيت، ومعناها عجنك الحم المرحي هذاك الكل مع بعضه، ملح وفلفل اكحل بيان سور، وفرغ الزيتونات من القلوب نتاعهم وحشاهم وعمل اون صوص طومات وحطهم فك الصوص طومات هذوكم يطيبوا. من جهة أخرى عملنا الديسير هذايا بالكويستو بريزيدون والشوكولاتة والسكر والكريم فريش. إن شاء الله يعجبكم الوصفة هذه، إن شاء الله تعجبكم. أنا مازال لي كان باش نشكر سي شكري بالعيد على جايين وبحذانا وشرفتنا بحضورك. بارك الله فيك ويعطيك الصحة. ونعطيكم نتمناو لهم شهية طيبة. غزل الكلمة هذيك نتمناو لهم شهية طيبة. ونعطيهم موعد غدوة إن شاء الله في نفس الوقت، ونقول لهم هز يدك هز يا شكري، ونقول لهم إلى اللقاء.